معمر القذافي له كلمة سر عشان يقوم وينتفض معاك ويسوي لك اللي انت بي، انك انت تجي تطلبه طلب، كأنك تعرف اللي هي عادات العرب القديمة اللي هي النخوة هذه، فهو إذا استنخيت أو طلبت منه راح يفز وياك مهما كنت، حتى لو كنت عدوه. لذلك هذه واحدة من كلمات السر عنده، هذه صفة إيجابية ولا سلبية؟ كم كلب مسوي نفسه رجل وهو غطاء الفنان، ولولا الغطاء هذا معمر يشويها مشوي.